بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم متتبعي قناة رباطي في البادية، ومع فيديو جديد مباشرة من البادية. اليوم احنا لو 19 ماي 2024، واليوم غادي نتحدث لكم على شجر الزيتون. دائما كما القاعدة، شجر الزيتون المعاملات الأساسية باش يكون واحد النمو سريع وواحد الإنتاج جيد. اليوم نهضروا على ضرورة اختيار الصنف، يعني باش تبغي تغرس شجر الزيتون. واحد القضية اللي هي مهمة أنك تعزل شمن نوع غادي تغرس، واش تغرس بيشولي الماروكان اللي هي البلدية، أو تغرس الحوزية والمنارة اللي تاهما أصناف مغربية معدلة، او تغرس الاصناف الاجنبيه بحال الاربيكوين او الاربوسانا الاسبانية. دونك كل وحده والمميزات ديالها. بالنسبه للاشجار الزيتون الحوزيه، حنا حاليا في مرحله عقد ثمره الزيتون، يعني تكون الحبه ديال الزيتون. بالنسبه لهذه اللي قدامنا دابا حاليا كنشوفوا هذه حوزيه، ما شاء الله الله يبارك، يعني انتاج الحمد لله. كما قلت في الفيديو قبل، قلت لي هذا العام هذا كاين واحد الاختلاف في الفتره ديال التزهير والفتره ديال العقد، بحيث انك كتشوف شجره وحده فيها يعني كملات العقد وكونات الحبه، و او ميم طون كتلقاها في جهه اخرى يلاه كتكمل الفتره ديال التزهير. دونك بالنسبه للاصناف كما قلت، الصنف الحوزيه اللهم بارك، هو الصنف الحوزيه. نحاول نشد واحد الصوره بعيده عليه باش تميزوا الصنف الحوزيه، انه كيكون مخفف، كيكونوش فيه الاوراق بزاف، كيكون الاوراق ديالو بحال باهتين. دونك انا هاد التجربه هادي خديتها. بالنسبه للانتاج ديالو راه اللهم بارك ما شاء الله، الحوزيه دائما انتاج من اجمل اصناف الزيتون المغربيه. هي راه بنت، هي ولا منهره راه بنت البيشولين الماروكان، بنت البلديه. يعني خبراء والتقنيين والمهندسين الفلاحيين قاموا بالتطوير هاد الشجره هذه، حنا كنقولوا لها بنت البلديه. ما كنشوفوا تبارك الله راه الانتاج مزيان، يعني الحوزيه عند انتاج وما كطيحش الحب. هي باش كتعجبك ما كطيحش الحب. شوفوا ما شاء الله اللهم بارك. واخا كما قلت لكم كاين واحد التفاوت هذا العام هذا بسبب درجات الحراره اللي كاين فيها واحد الاختلاف، كاين واحد التفاوت بين مرحلة التزهير ومرحلة العقد. كما قلنا هانتوما كتشوفوها العقد هنا كامل، مرحلة العقد كتجي كتلقى مرحلة التزهير يلاه كملات عاود في شي بلايص، وماشي مشكل. هذا الشيء كما قلنا راه راجع لأن حنا في شهر 5 حاليا، وكنشوفو في الصباحات راه كيكونو البرد، العشية وسط النهار كيكون الشمس، بالليل عاود كيكون البرد. دونك نرجعوا دائما للحوزيه، الحوزيه من اجود انواع الزيتون المغربيه هي البيشولي الماروكان. غير هو دائما لازم الالتزام بالمعاملات، المعاملات انا عاود نقولوها كنقولها لانها مهمه على حساب التجربه ديالي، لان هذا الشيء هذا اللي كتشوفوا كامل راه داخل غير باطار التجربه، درتو غير باطار التجربه والحمد لله. المعاملات شنو هما؟ دائما منين يلحق الزيتون على الجني المبكر، جني بكري، ما تبقاش تسنى الزيتون ولا تطول في الجني، يعني تقول بلاتي وتبقى الجني ديال 3 ايام دير فيه شهر ولا جيب ليد العامله الى عندك الاخر وتعاون وحاول تجني بالزربه. اون فوا تكمل الجني المبكر كدوز للتقليب اللي هو الزباره. شنو هو الزباره؟ ماشي تجمعوا الزباره تبقاو غير تقطعوا الزباره، هو انك كتخفف على الشجره. بحال دابا الاغصان اللي مايله اللي ولدات العام اللي فات، اللي فيها يعني يبسات، كتخوي الشجره من الوسط باش يدخل ليها الاشعه ديال الشمس لانها مهمه ليها. صافي مور الزباره كدير التسميد المعقل، كتجي للحوض ديال الشجره بحال هنا، كدير واحد الترونشي وكدير لامبيكا ديالك اللي غيكون عندك على حساب التحاليل ديال التربه اللي فيها درتي. بالنسبه لهاد الصفوريه على الاشاره ما تخلعكمش، هادي راه كيما قلنا بسبب التغيرات المناخيه العمليه ديال الصفيرار هاد العام دازت واحد المرحله سريعه، يعني كان شحال هادي كيطيحوا الوراق اللي ماتوا هي، واني ما كتلاحظهاش كاع، كدوز عمليه بطيئه.
هاد العام العملية دازت بسرعة، هادشي اللي لاحظت انا شخصيا. دونك كيما قلنا كدير لي امبيكا ديالك اللي هو لازوت فوسفور بوطاس، كديرو قبل ليالي صافي، وكتسقي كتخلي الشجرة ديالك تنعس. العملية ديال سوا باش اون فوا كتفيق مور ديالي كدوز ديك الساعة العملية ديال العملية موراها ديال الرش الورقي، ملي كتبدا تنور الرش الورقي يعني كتخرج النوارة كترش بالبور والزنك، يعني كتثبت الحب أو تثبت النوارة في الشجرة ديالك، كتعطيها دوك المحفزات اللي هما البور والزنك عناصر أخرى باش أن الحب ما يتساقطش، النوارة ما تسقطش، يكون إنتاج وتلقيح مزيان. هادي من جهة صافي، وكد كتجي مرحلة ديال الجنين بطبيعة الحال. كما قلنا كاين واحد الملاحظة بالنسبة، بغيت نهضر لكم على هاد الاربيكوين هادي الإسبانية، هادي هاد العام هادي شت أنا بعدها شخصيا الإنتاج ضعيف شوية. هي الاربيكوين الإسبانية معروفة أنها مقاومة للجفاف، مقاومة للأمراض ودرجة الحرارة المرتفعة، يعني ما شاء الله الله يجعل البركة. غير أنا لاحظت هاد العام هذا بفعل داك التغيرات المناخية اللي قلنا كاين واحد الإنتاج شوية ضعيف. يعني الأسباب أنا كنرجحها شخصيا أسباب ارتفاع درجة الحرارة في الفترة ديال الليالي، لأن الفترة ديال الليالي هي الفترة ديال السوبات ديال الشجرة. هاد العام دازت السخونة، شنو كيوقع ديك الساعة؟ ما كتنعس الشجرة، كتبدا تخرج في النموات في الخلف، يعني داك الخلف كيمشي غير كيمشي بحال نقولو نمو خضري، كيعطيش نمو زهري، كيعطيش داك الخلف اللي غادي يعطي، يعني اللي غادي يعطيك فين غتخرج النوارة، يعني كيخرج نمو. اللهم لك الحمد، الحمد لله على كل شيء. دونك هادشي اللي كاين بالنسبة للمعاملات، راه مهمة ديك المعاملات، حاول الواحد يلتزم بها، ما يبقاش غير يسقي وينسى الشجرة، يحاول يعطيها الماكلة ديالها. راه إلا لاحظتو كاع الأشجار اللي كتاخد يعني لينبيكا ديالها في الوقت هو كتعامل معها بهاد المعاملات، راه ما تخيبكش. يعني حنا كنديرو السبب والكمال على الله سبحانه وتعالى. المهم هادشي اللي كاين، دابا نعاود ندير لكم شي فيديو اخر حول الفصة حاليا. راه هاد الجهة كلها تحشات كما قلت، راه شحال هادي قلت لكم درت ليها الكوتا، ها هو السينتا. دابا راه كنعاون بالرشاشات، الماء اليوم مع الطاقة الشمسية ما كايناش الشمس، الاجواء غائمة، كاين الضبابة، يعني الماء ضعيف شوية. واخا هكاك راكم راه كتجر. ايوا هادشي اللي كاين، نطلبوا من الله انه ييسر ويعطينا شي عام زين، والى فيديو اخر ان شاء الله. وشكرا لكم على التعاليق ديالكم. هادي الاربيكوين كنز الثاني من اجل التلقيح، كندير واحد الصب هنا الوسط دائما في اطار التجربه. الاربيكوين الاسبانيه مع الاصناف المغربيه كتعاون في التلقيح ديال الشجره. ايوا هادشي اللي كاين، يلا في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.